من أيام قليلة أطلت النجمة الذهبية نوال الزغبي بحفل إيمي غالا من دبي، وهالإطلالة كانت حديث الناس بسبب فخامتها، لهيك كان ضروري بأنه نسرق دقايق من وقت نوال ونسأل عن المصمم يلي تعاونت معه لتكون بهالأناقة. هو من تصميم الديزاينر آدن، اسمه آدن. طيب يا نوال، كيف لقيتي حفل إيمي غالا لهالسنة؟ وهل كان الحضور ممتع بالنسبة لإلك؟ روعة، المهرجان كتير حلو، والدكتور ميشيل على طول بيبهرنا بالإيفنتات تبعه. خلال الحفل حصلتي على جائزة النجمة الأكثر أناقة لهذا العام، وهي جائزة مستحقة بعد الكثير من الإطلالات الناجحة. فهل بتعني لك الموضة والأزياء بشكل كبير؟ صراحة ما بتعني لي شيء، والفاشن ما بيعني لي شيء يعني، بس عم بكرموني. Thank you، وبها الطريقة العفوية منقلك مبروك التكريم يا نوال، وباي باي.